بعض الأحوال الجوية غير المستقرة ودرجات حارة منخفضة بانتظار بعض مناطق المملكة خلال الأيام القادمة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة هنا في مركز طقس العرب نشاهد أن هناك حزام من السحب والغيوم المتوسطة والعالية غير الممطرة تغطي أجزاء واسعة من مناطق المملكة لكنها غير ممطرة. بعض السحب والتخاريج البحرية محدودة الطابع في أواسط البحر الأحمر تؤثر بعيدا وبشكل بعيد جدا حتى عن السواحل سواحل المملكة. توقعات الهطولات المطرية خلال الأيام القادمة، كما نلاحظ بأن يوم الأحد تبقى فرص بعض التخاريج البحرية موجودة في مناطق وسط وجنوب البحر الأحمر التي قد تصل أحيانا بعض المناطق الساحلية، مثلا هنا في هذه الحالة في جازان ربما تتعرض لبعض الزخات المحلية الأمطار، حتى ربما السواحل القريبة من جدة، وهذه المناطق قد تصل إليها بعض السحب. الفرصة ضعيفة لكنها موجودة دامت هذه السحب والأمطار موجودة في هذه المنطقة. لكن دعونا ننتقل إلى الجزء الآخر من المملكة، القسم الشرقي منها. نلاحظ أنه يوم الأحد هناك بعض فرص الأمطار، لأن تشهد مناطق الحدودية مع الكويت والمناطق القريبة من حفر الباطن هطولا لبعض الزخات الرعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. ولاحقا يوم الأحد هناك فرصة أن تشهد أيضا بعض مناطق القصيم بعض الزخات المحلية من الأمطار ضمن حزام من السحب الذي قد يتحول جزء منه لسحب ممطرة. لكن مع تقدم منخفض جوي في منطقة بلاد الشام نحو المملكة تدريجيا يتوقع أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة يوم الاثنين تمتد من جبال الطائف يوم الاثنين تحديدا وتصل إلى بعض المناطق الشرقية أو الجنوبية عفوا من الجنوبية الغربية من القصيم مرورا ببريدة وحتى وصولا إلى حفر الباطن. كما نلاحظ هذه حزام من السحب الممطرة يتوقع أن تتشكل، تصبح رعدية هذه الأمطار مساء يوم الاثنين في المناطق الحدودية القريبة من الكويت وأيضا تشمل حفر الباطن وأيضا الأجزاء الجنوبية من القصيم، وتستمر أيضا هذه الأمطار بالتواجد معنا ليلة الاثنين على الثلاثاء وتصل إلى الكويت. إجمالا هذه الأمطار قد تكون رعدية، جزء من هذه المناطق قد يتعرض لجريان في الأودية والشعاب في تلك المناطق بسبب طبيعة هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى. ولاحقا يوم الثلاثاء تبدأ هذه الأمطار بالابتعاد تدريجيا نحو الشمال الشرقي وتؤثر فقط على أقصى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. ذات المنخفض الجوي القادم إلى بلاد الشام يتوقع أن يجلب معه أيضا انخفاضا لافتا على درجات الحرارة. كما تلاحظون هذه الألوان تنوم على وجود درجات حرارة منخفضة للغاية تصل إلى مستويات صفرية، أي إلى الصفر المئوي في ساعات الليل في بعض المناطق المكشوفة من شمالي حائل، مثلا في سكاكا بالقرب من عرعر، أيضا مناطق واسعة من تبوك، حتى الجبال العالية من تبوك قد تصل درجة الحرارة بها إلى تقريبا في هذه المنطقة جبل اللوز مثلا يصل إلى دون الصفر المئوي. الصقيع غير مستبعد في جميع هذه المناطق وتدني كبير في درجات الحرارة، وأيضا الهواء البارد يستكمل أيضا وصوله إلى العاصمة الرياض ولكن بحدة أقل بكثير يوم الثلاثاء مع انخفاض على درجات الحرارة. إذا كما نلاحظ هذا الهواء البارد هو يتمدد باتجاه المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال 3 أيام القادمة، إذن يوم الأحد في الرياض 25 الصغرى 20 درجة مئوية، الاثنين 25 إلى 21 ظهور لبعض السحب والغيوم، ولكن نلاحظ تراجع درجة الحرارة من 25 إلى 22 درجة مئوية يوم الثلاثاء، وحتى ليلا من 21 ليلة الاثنين على الثلاثاء إلى 14 ليلة الثلاثاء على الأربعاء. أجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض معتدلة، إجمالا درجة حرارة صغرى 19 درجة مئوية مع ظهور لغيوم متفرقة، درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الأحد، والصغرى ليلة الأحد على الاثنين نبدأها من الشمال في سكاكا 20 إلى 10، تبوك 18 إلى 9، 18 إلى 8 في عرعر، والأجواء مستقرة. انتقالا إلى المنطقة الغربية من المملكة في جدة من 30 إلى 23، في مكة المكرمة 31 إلى 21، في الطائف من 23 إلى 14، وفي المدينة المنورة من 28 إلى 15 درجة مئوية. جنوبا تكون كما ذكرنا فرص لبعض الأمطار في جازان من 30 إلى 24، الباحة من 20 إلى 12، في أبها من 22 إلى 11 درجة مئوية، تكون في الإحساء من 28 إلى 16، في الدمام من 27 إلى 19، وفي حفر الباطن من 24 إلى 15 درجة مئوية. ونختم هذه الجولة في المنطقة الوسطى في العاصمة الرياض 25 إلى 20، في بريدة من 26 إلى 16، وفي حائل من 21 إلى 11 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.